تحيه طيبه اعزائنا الطلبه طلبه الصف الخامس العلمي عدنا معكم بدرس جديد من دروس ماده الرياضيات وتحديدا الفصل الثالث الا وهو الدائره سنتعرف بدرسنا لهذا اليوم ما هي الدائره كيفيه ايجاد المعادله القياسيه للدائره ما هي المعلومات الاساسيه التي يجب على الطالب التعرف عليها من خلال مفهوم الدائره سنتطرق أعزائي الطلبة بمفهوم عام بمفهوم عام عن القطوع المخروطية لكن درسنا لهذا اليوم أعزائنا الطلبة هو القطوع المخروطية بشكل عام وتنقسم القطوع المخروطية إلى أربعة أجزاء ألا وهو الدائرة والقطع المكافئ والقطع الناقص والقطع الزائد جزء من هذه القطوع سوف يتطرق لها الطالب ان شاء الله بمراحل متقدمه الا وهي في مرحله في مرحله الصف السادس العلمي وباذن تعالى في السنه القادمه سنتطرق اليوم ما يتعلق بالنسبه للدائره وما هو تعريف الدائره بشكل كامل اعزائي الطلبه ما يتعلق بالنسبه للدائره ومن خلال الرسم الواضح لديك عزيز الطالب الدائره هي مجموعه النقط في المستوى هي مجموعه النقط في المستوى والتي يكون بعدها عن نقطه معلومه تسمى المركز لاحظ عزيزي الطالب لاحظ تسمى المركز يساوي, يساوي 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 تسمى المركز يساوي مقدارا ثابتا ويسمى بنصف قطر تلك الدائرة، هذا هو نصف قطر تلك الدائرة أعزائي الطلبة. فإذا هنا تعرفنا على أنه ما يتعلق بالنسبة للدائرة هي مجموعة النقط في المستوي والتي يكون أو والتي يكون بعدها عن نقطة ثابتة تسمى المركز، النقطة الثابتة تسمى المركز ويساوي مقدارا ثابتا بنصف قطر تلك الدائرة. هذا ما يتعلق بالنسبة للدائرة عزاء الطلبة زين هسه لو نريد نعرف الدائرة بلغة المجموعات شلون راح نعرف عن الدائرة بلغة المجموعات وراح نتطرق ونقول على أنه الدائرة هي P وهنا إشارة لل P نقطة وهنا بي سي هو بعد النقطة عن النقطة المعلومة ألا وهي مركز الدائرة يساوي R أي بمعنى إشارة على أنه نصف قطر تلك الدائرة ويجب أن يكون نصف القطر أكبر من صفر إشارة على أنه R أكبر من صفر والبعد بين أي نقطة ونقطة المركز يساوي مقدار ثابت وهو دائما يكون مقدار موجب حيث بي اكس وواي هي نقطة في المستوي الإحداثي زين شنو المعادلة القياسية للدائرة؟ سوف نتعرف عن المعادلة القياسية للدائرة ومن أين تأتي المعادلة القياسية للدائرة حسب تعريف الدائرة وهنا راح نذكر على أنه الدائرة لتكون الدائرة النقطة الثابتة واللي هي المركز سي اتش ونصف قطرها R من الوحدات حيث R اكبر من صفر والنقطة بي اكس واي هي نقطة في المستوى الاحداثي وبالتأكيد تنتمي للدائرة وهنا بهالحاله لو الاحظ عزيز الطالب هنا ايضا هنا نوضح من خلال الرسم اللي حسب ما ذكرناه هي مجموعه النقط في المستوى والتي يكون بعدها عن نقطه ثابته تسمى المركز يساوي مقدار ثابت وهو نصف قطر تلك الدائره هنا راح نجيب معادله الدائره بالتاكيد عزيز الطالب على انه البعد بين النقطه والمركز يساوي مقدار ثابت واللي هو ار وهنا راح نطبق على انه قانون المسافه بين نقطتين في المستوى الاحداثي لاحظ عزيز الطالب لاحظ شويه هنا نكبر الرسم مالتنا حتى تكون الامور واضحه عندك بشكل كامل هنا النقطه عندنا النقطه الثابته واللي هي المركز وهنا النقطه التي تنتمي للدائره فهنا لو طبقنا البعد بين بي سي وتطبيق قانون المسافه بين النقطتين اللي يساوي لي مقدار ثابت اللي هو ار فهنا ايش راح يصير عندي عزيز الطالب؟ هنا راح يصير عندي على انه البعد بين النقطتين طبقنا القانون بين النقطتين اللي راح يكون اكس ناقصا اتش باعتبار على انه المركز هو اتش كي والنقطه اكس وواي فراح يصير اكس ناقصا اتش الكل تربيع زائد واي ناقصا كي لكل تربيع يساوي مقدار ثابت وبتربيع الطرفين بتربيع الطرفين راح ينتج عندنا معادله قياسيه للدائره اللي راح تكون x ناقصا h الكل تربيع زائدا y ناقصا k الكل تربيع يساوي r تربيع اذا هنا اللي اريده وياي عزيزي الطالب بشكل كامل انه تحفظ المعادله القياسيه ومنين اجت المعادله القياسيه للدائره اذا كانت المعادله القياسيه للدائره بشكل عام اللي راح تكون ثابته عندك اللي هي راح تمثل x ناقصا h الكل تربيع زائدا y ناقصا k الكل تربيع يساوي r تربيع اللي هو ما يمثل المقدار الثابت وهو مربع نصف القطر. هنا راح نروح نخوض جزء من الامثله التوضيحيه ما يخص الدائره. وهنا بهالحاله عزيزي الطالب ايش راح يصير عندنا؟ لاحظ مثلا هنا ما يتعلق بالنسبه للسؤال واللي ايش راح يكون عندنا؟ وهو مثال جد معادلة الدائرة التي مركزها التي مركزها نصف القطر التي يمثل بشكل كامل جد معادلة الدائرة التي مركزها سالب خمسة سالب خمسة وواحد ونصف قطرها جد ست وحدات لاحظوا وياي مثال اثنين رغم احنا راح شويه نرجع ما يخص بالنسبه للمثال الاول جد معادله الدائره التي مركزها خمسة وثلاثة ونصف قطرها أربع وحدات نلاحظ شوية نستخرج جزء من معلوماتنا من السؤال هنا أعطاني المركز فهنا كان المركز HOK واللي راح يكون خمسة وثلاثة اذا إشارة على أنه الـ مالتي خمسة والكي يساوي ثلاثة ونصف القطر الار يساوي اربع وحدات وهذا كمثال الرسم التوضيحي امامك هنا راح اروح اكتب المعادله القياسيه للدائره اللي راح تكون اكس ناقصا اتش الكل تربيع زائد واي ناقصا كي الكل تربيع يساوي ار تربيع اعوض عن منو اعوض عن قيمه اتش اعوض عن قيمه كي وهنا بالحاله لو الاحظ عزيز الطالب هنا راح يكون عندي قيمة الاتش مالتي اللي هو خمسة وقيمة الكي ثلاثة فش راح يصير عندي لاحظ مكان H أعوض خمسة مكان كي أعوض ثلاثة وقيمة الـ R اللي تساوي لي أربعة فراح يصير عندي إكس ناقصا خمسة الكل تربيع زائدا واي ناقصا ثلاثة الكل تربيع يساوي R تربيع وقيمة الـ R أربعة فراح يصير عندي هنا اللي هو 4 تربيع يساوي 16 اذا اصبحت معادله قياسيه للدائره واللي هي اكس ناقص 5 لكل تربيع زائد واي ناقص 3 لكل تربيع يساوي 16 هذا ما يتعلق بالنسبه للمعادله القياسيه للدائره زين هسه راح نروح انا وياك بسؤال اخر حتى نثبت معلوماتنا بالشكل الدقيق ذكر لي بالسؤال وهو جد معادلة الدائرة التي مركزها وهو سالب خمسة واحد ونصف قطرها ست وحدات أتمنى تشاركنا بشكل سريع عزيز الطالب هنا راح يمثل لي اللي هو H المركز والواحد اللي يساوي لي K ونصف قطرها شقيد ست وحدات إيش راح يصير عندي هنا طلعت معلوماتي طلعت المركز ونصف القطر ست وحدات أروح أعوض وأكتب المعادلة القياسية للدائرة والتي تكون h ناقصاً أو عفواً أكس ناقصاً h الكل تربيع زائدا y ناقصاً كي الكل تربيع. أعوض عن قيمة الإتش وانتبه هنا بالتعويض قيمة الاتش سالب خمسة وبما أنه عندي بالمعادلة سالب رح يصير موجب قيمة الكي قيمة واحد إذا رح يكون تكون المعادلة بالشكل الآتي من بعد التعويض. فهنا سالب بالسالب راح يكون موجب فراح تصبح المعادله عندك بالشكل الاتي فراح تكون اكس زائداً 5 الكل تربيع زائداً واي ناقصا واحد الكل تربيع يساوي شقد؟ يساوي 36 وهاي هي معادله الدائره ولو اريد ارسمها هذا يكون رسمها حسب المستوي الاحداثي، هذا ما يتعلق اعزائي الطلبه بالنسبه لهذا السؤال، زين. خلينا نروح وياك لسؤال اخر. سؤالنا الاخر اللي راح نذكر به بالشكل الاتي وهو سؤال او قبل السؤال عفوا حاله خاصه، شنو معناه ما اقصد بالحاله الخاصه؟ الحاله الخاصه هي حاله الدائره التي مركزها نقطه الاصل ونصف قطرها ار تصبح المعادله او الصيغه القياسيه لمعادله الدائره على صيغه اكس تربيع زائد Y تربيع يساوي ار تربيع، شلون راح نذكر بهذا الشيء؟ راح مثل مثال ثلاثة جد معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل هنا أنا بما أنه ذكر مركزها نقطة الأصل إذا إشارة على أنه المركز كي صفر وصفر ونصف قطرها شقد ونصف قطرها R أي بمعنى ال يساوي شقد يساوي خمسة فأروح أكتب أطلع معلوماتي من السؤال بعدها أروح أكتب المعادلة القياسية للدائرة واللي راح تصير اكس ناقصا اتش الكل تربيع زائد واي ناقصا كي الكل تربيع يساوي ار تربيع اروح اعوض عن اتش ايش صفر عن كي ايش صفر وعن قيمه الار اللي هو خمسة فراح تصبح المعادله اكس ناقصا صفر الكل تربيع زائدا واي ناقصا صفر الكل تربيع يساوي ايش قد ار تربيع وقيمه الار عزيز الطالب اللي هو خمسة فبالتاكيد خمسة تربيع فراح يكون الجواب مالتي اللي هو اكس تربيع زائدا اكس تربيع زائدا واي تربيع يساوي 25 يجي الطالب يقول استاذ شلون اقول لك هنا الاولويه لداخل القوس فاكس ناقصا صفر راح يكون قيمته اكس تربيع راح يكون اكس تربيع وكذلك واي ناقصا صفر واي ناقصا صفر راح يكون واي فبالتاكيد تربيع راح يكون واي تربيع اذا هنا راح تكون المعادله القياسيه لهذه الدائره فاذا تعلمنا بدرسنا لهذا اليوم كيفيه ايجاد المعادله القياسيه للدائره واللي تكون على انه اكس ناقصا اتش الكل تربيع زائدا واي ناقصا كي الكل تربيع يساوي ار تربيع فتعلمنا إن كان أعطي في السؤال مركز ونصف قطر اكتب المعادلة القياسية وعوض عن قيمة المركز h وعن قيمة نصف القطر. أما إذا ذكر بالسؤال مركزها نقطة الأصل إشارة على أنه المركز نقطة الأصل. إذا إشارة على أنه المركز هو صفر وصفر وأعوض عن قيمة R الـ 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 اللي هو نصف القطر فرح تكون المعادلة القياسية للدائرة إذا كان مركزها نقطة الأصل X تربيع زائدا Y تربيع يساوي R تربيع إلى هنا نأتي ختام درسنا لهذا اليوم ملتقانا معكم إن شاء الله بدروس جديدة إلى ذلك الوقت نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته